وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب. نرحب بك في نشرة الثالثة سعادة النائب. كيف يسهم دعم جلالة الملك المعظم للرؤى الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والآن الاستعداد لوضع خطة 2050؟ في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وأكد أن جلالة الملك دائما هو يرسم لنا الخطوط العريضة للاستراتيجيات اللي إحنا كسلطة تشريعية وأيضا للسلطة التنفيذية اللي من خلالها نبني عليها الخطط، وإحنا دائما يعني ناخذها هي الأساس في وضع الخطط اللي إحنا نشتغل أو نعمل فيها. إحنا يعني نتكلم عن قائد إحنا نملكه دائما عنده خطط ورؤى سابقة لعصرها، ولذلك إحنا نشوف أن جلالة الملك وإحنا اليوم نحتفل بتوليه مقاليد الحكم حق 25 سنة أنه هو من أول ما بدأ أسس لجنة الميثاق، وهذا يؤكد أن دائما جلالة الملك أنه هو يرسم الاستراتيجيات والسياسات اللي يعمل عليها، ودائما يكون العمل من خلال استراتيجيات طويلة المدى. فاليوم إحنا كنا يوم وضعنا رؤية 2030 بعد ما تم إعداد لجنة الميثاق واعتمادها على طول تم العمل على رؤية 2030، وكانت هذه الرؤية هي الأولى في المنطقة وكان شيء جديد على المنطقة. نعم، أن يكون في رؤية اقتصادية واضحة بأبوابها بالإنجازات اللي لازم يتم عملها بالاحتساب شلون الوقت وهذه كلها، فهذا الشيء يعطي يؤكد أن إحنا فعلا كنا نمشي على خطط استراتيجية يعني مدروسة بشكل كبير. اليوم أيضا جلالة الملك أكد أن إحنا قبل ما تنتهي هذه الرؤية باقي عليها 6 سنوات، وعلى أن هي رؤية قدمت ونجحت في كثير من الأبواب اللي تم العمل فيها وتم اليوم متوصل اللي إحنا نشوفها الاقتصاد مملكة البحرين في مختلف القطاعات. قبل ما هذه الرؤية تنتهي وجه بشكل مباشر أن إعداد رؤية 2050، وهذا في حد ذاته يعطي ان احنا فعلا استشراف للمستقبل. بالضبط. نعم. ان يعطيك دائما ان هذا الشيء يعطيك ان احنا نبي نكون سباقين ومستعدين، وخصوصا التطورات اللي تغيرت بشكل كبير على مفاهيم الاقتصاد، خصوصا نحن نشهد يعني نتائج ملموسه منذ بدايه العمل على خطه 2030 في سنه 2008، ونحن الآن نستعد لوضع خطة 2050، وأنتم كذلك في السلطة التشريعية بالطبع بالتعاون مع السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. ما هي الآلية التي سيتم اتباعها من قبلكم بالتعاون مع الحكومة طبعا لوضع خطة 2050؟ يعني طبعا إلى حد الآن لم يتم الإعلان عن يعني الآلية اللي يعني راح يتم العمل فيها، لكن أنا يعني أتوقع أن في بداية أنه راح يتم تشكيل فريق من السلطة التنفيذية. نعم. يكون في خبراء في هذه الباب الاقتصاد ولا لهم علاقة بهذا الموضوع، ومن خلال هذه الفريق راح يتم التشاور وراح يتم يعني التشاور مع بيوت الاقتصاد أو حتى مع الجمعيات المهنية أو أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة توافقية يتم وضعها لرؤية 2050. هذه يعني اللي أكد أيضا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مجلسه الأسبوعي، واللي قال أن احنا راح نبني رؤية 2050 وراح نفتح الباب وأن راح يكون في مشاورة مع السلطة التشريعية مع القطاع الخاص مع الجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني عشان أن احنا نرسم صورة يعني رؤية 2050. نعم. طبعا يعني أتوقع عقب ما تنتهي هذه المشاورات لازم يكون احنا كسلطة تشريعية يكون لنا دور تشريعي طبعا دور يعني تشريعي في وضع هذه الخطة. نعم. يعني ما هو الدور التشريعي اللي من المتوقع ان يكون يعني لاستكمال هذه الخطة؟ طبعا احنا يعني نتكلم عن تشريع مملكة البحرين، احنا نتكلم عن منظومة تشريعية قوية، كثير من القوانين والتشريعات يعني تم فعلا البدء فيها وتم تشريعها. احنا اليوم ننظر الى رؤية 2050 اذا تم اقرارها ان احنا مو بالضروره يكون عندنا حاجه ان احنا نبني او نسوي تشريعات جديده، يمكن احنا نحتاج ان احنا نطور تشريعات قائمه. نعم. لان احنا نعتقد ومتاكدين ان الرؤيه الجديده راح تتكلم عن ابواب جديده، راح تتكلم عن تنوع الاقتصاد، راح تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، راح تتكلم عن الامن الغذائي، راح تتكلم عن الامن السبراني، راح تتكلم عن امور كثيره جديده صارت في الاونه الاخيره ما كانت موجوده وقت
اللي تم اقرار رؤيه 2030، لكن تم تداركها في برامج لاحقه اللي هي برامج تعافي الاقتصادي، انه تم التعديل في بعضها. لكن اليوم احنا راح نرسم خطه الى رؤيه جديده حق 2050، فبالتالي احنا راح نتكلم عن اقتصاد في استدامه، راح نتكلم عن اقتصاد في مدن ذكيه، يعني كثير من الامور اللي راح تكون موجوده راح يكون لها جانب تشريعي على اساس تتواكب مع هذه الرؤيه وتكون رؤيه ناجحه. فاحنا يعني مستعدين ان شاء الله لها، ومستعدين ايضا قبل ما هي تكون يعني لها حاجه ان احنا نعدل في التشريعات، ان احنا يكون لنا دور في صنع هذه الرؤيه، ويكون عندنا يعني بعض اللمسات اللي هي راح تدعمها وراح ترجم توجيهات جلالة الملك، ان احنا دائما يكون تعاون بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، خصوصا في صياغه رؤيه تهم مملكه البحرين ككل. بكل تاكيد تمنيتنا لكم بالتوفيق في الاعداد لخطه 2050 سعاده السيد احمد السلوم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. شكرا لك.